بفاميلي اليوم مثل ما قلنا اليوم رح نحكي عن تعامل الأولاد مع الأشخاص الأكثر حاجة، يمكن مش بس حاجة مادية ولكن حاجات خاصة، يمكن حاجات بالاهتمام وغيره وغيره. إيفي كرم شكور معالجة نفسية موجودة معي اليوم بها الفقرة، أهلا وسهلا فيك إيفي. حضرتك اقترحتي هالموضوع لأنه عم بتشوفي قصص بالمجتمع أوقات شوي مستفزة، أوقات شوي بتنم يمكن عن عدم معرفة إن كان للأهل أو للأولاد، من شان هيك نحن عم نحكي بهالموضوع من التوعية لحتى نقدر نكون عم نعمل اللي لازم بهالحياة. ليه عم نحكي عن هالموضوع اليوم؟ شو الأخطاء يلي قدرت تلاحظيها بالمجتمع إيفي؟ اوكي رانيا، أول شيء ليه عم نحكي عن الموضوع؟ أنا دايماً بس بدي نبش على موضوع، يعني شوف شو عم شوف قدامي بالمجتمع، شو الاشياء اللي بنسأله بيقولوا لك مثلا هون شو لازم نعمل، بجمعهم بهالموضوع. عم نشوف اليوم كثير اولاد متسوله على الطرقات، وعم نشوف مقابلهم الناس عم بتعملهم بطريقه منا كثير سليمه اذا بدنا نسمي الشغله. اهم شيء اليوم لحتى نقدر نتعامل مع الاخر مما كان يكون اقل ما منا اجتماعيا، اكثر منا اجتماعيا، بما كان درجته بالشغل، هذا انه يكون في احترام بين الاشخاص بالتعامل. وليكون في احترام لازم نعرف نعمل تعريف لشو معنات احترام، كيف بيكون الاحترام. سالت بعد لعده اشخاص، اكثر الاجوبه اللي اجت بيقولوا لك مثلا انه نكون منيح، نكون لطيفين. كمان بدنا نروح اكثر شوي بالموضوع، نقدر نكون عم نتعامل باحترام على الاخر، بدنا نكون عم نقدر نعطيه وقتنا، عم نقدر نسمعه، عم نقدر نتفهمه، عم نقدر نتفهم وضعه، عم نقدر نتفهم اللي هو عايشه. وقبل ما نوصل انه نساعده، اول ما نوصل انه نساعده، يعني هيدي اول مرحله، هي نص الطريق. مظبوط، يعني المساعده في اوقات تكون بطريقه كثير فوقيه، ما بينقل المساج بطريقه سليمه مع الاثنين. لازم اول شيء نتقبله، نعرف هو انه عنده كونديسيون، عنده اشياء مرق فيها غير اللي نحن مرقنا فيها وصل لهون، ولو قادر يعمل احسن ام اكثر كان اكيد عميل، بس هو اليوم بهيدا الوضع احنا بدنا نتقبله، بدنا نسمعه، بدنا نعطيه. بخصوص مثلا اذا بدنا نحكي عن الفقر وعن عن الاشخاص اللي عم تتسول بالطرقات، اليوم كثير عم بتزيد، عم نشوفها. ومع الاولاد نفسر له لهالولد انه اذا انت اليوم ما بدك تعطيه مصاري، ام نحن كاهل ما بدنا نعطيه مصاري، اول شيء واجباتنا نحترمه، ثاني شيء اوكي اذا نحن ما بدنا نشجع انه يصير في كثير تسول، يصير في كثير ناس ما عم تشتغل وعم يمكن ما يكونوا صادقين، وهيدا عم بيصير. يعني مزبوط، ما بدك تعطي مصاري، فيك تعطي اكل، فيك تعطي لعبه ما بدك تلعب فيها، منك عيزه عندك منها اثنين، فيك تعطي تير منك بقى مثلا عم تقدر تلبسهم، كبرت هو مثلا ام خيو ام حدا من العائله بيعوزهم. يعني معلش لو مثل ما حضرتك قلتي انه يمكن يكون عم يكذب، بس نحن بكل الاحوال نعلم الولد انه لو هالاحتمال موجود ما نقول له لا ما عم يكذب، هو يمكن يكون موجود الاحتمال، لو الاحتمال موجود نعلمه انه هو في يعطي، في يعطي شيء غير الماده، في يعطي شيء هو الماده قصدي المصاري، حتى فيه ما يعطي ولا اي شيء، بس ما يكون عم ببهدله، ما يكون عم بهينه، ما يكون عم بيسبه، ما يكون عم فيه بطريقه انه اشمئزاز ام قرف ام نحن عم نطلع فيه، نقول له انه انت عم تكذب، انت منك صادق، هيدي مش واجبة الولد. اليوم البولينج قد ايه كتران، وقد قرينا كتب ايضا، قد شفنا افلام عن اشخاص كان عندهم مشاكل، ان كان عاهه جسديه، ان كان فقر، ان كانوا عم يشتغلوا، ان كانوا تيابهم مخزقين، قد ايه تعرضوا للتنمر من من مزبوط. من تاريخ البشريه يمكن لليوم. فهون اذا ما اعطينا بالقليله نحن ما نكون عم نعمل جروب رفقات ونروح نعمل بولينج لهذا الشخص البياع حد المدرسة، البياع حد السينما أو إلى ما هنالك. بدنا نحكي كمان، وكنت قلتي لي أيضا عن كل العاملين، مظبوط. اللي موجودين حوالينا من عمال النظافة، تنظيفات، العاملات المنزليات، أشخاص يمكن درايفر، يمكن أي شيء اللي كان، أي شخص بنشتغل معه حتى بالمدرسة، المعلمة، الناظرة، اللي بيقف الأوتوكار، اللي بيقف على الباب بفوت السيارات، الشخص هول الأشخاص هون بنبلش نعلم الولد كيف بده يحترم بالمجتمع، بس يطلع على المجتمع الكبير كيف بده يضطر هو يتعامل معهم بطريقة
بطريقه محترمه، ما انه مضطر يحبهم. في كثير اوقات بيجي الولد بيقول لك مثلا ما بحب معلمتي، ما بحب الشخص اللي بيساعد اهلي بالبيت، ما انه مضطر يعلم يحبهم بس مضطر انه يحترمهم لو ما بحبهم. نعلم الولد هون انه الحب غير الاحترام، فينا نحب شخص ونحترمه، فينا ما نحب ما نستلطف شخص بس كمان لازم نحترمه، وفينا نحب وما نحترم. هولي هولي موضوع تاني بلكي بنعمله بعدين. اكيد هولي بصيروا كمان نعلمه للولد انه بحيلا علاقه ان كانت مع الاشخاص اللي بيشتغلوا عنا، بيشتغلوا معنا، بنشتغل معهم، مع اصحابنا، مثل ما قلتي اللي بيشتري منه بالدكان اكسترا، لازم يكون في اول شيء علاقه احترام بيننا وبينه. ذكر مشاهدينا بانه فيهم يتصلوا فينا على 0464 للتواصل معنا، اسئله واقتراحات او حتى هيك اشياء يمكن صارت معكم بخلال حياتكم. ايفي، اذا بدنا نحكي شوي عن طريقه الاحترام، يعني اليوم بتعرفي نحن كنا بالمدارس يعلمونا اذا فات شخص اكبر سنا بنقوم نقعده، اذا سيده حامل بنقوم نقعدها، اذا ولد صغير بنجرب نسيره شوي او نهتم فيه او كمان يمكن نقعده اذا كنا بمكان ببليك. اليوم كيف بدنا نحن نربي على الاحترام بظل ظروف ما فيها شيء من الانسانيه؟ نعم، فينا مثلا نقول له حلوه هالكلمه اللي قلتيها، بظل الظروف ما فيها شيء من الانسانيه، فينا نفسر لهالولد انه بهالظرف اللي تعرضنا نحن لعدم انسانيه، قديه نحن اليوم انزعجنا، بيحكي هالولد بيفسر لك بيقول لك انا انزعجت من هون، ام سمعت، ام شفت، ام اكسترا، بنقول له مشان ما هالشان تكفي، مشان هالشان يعني مثل ما في شان حلوه لازم نكفيها، في شان اوقات لسوء الحظ بتنمى ومثل العشبه البشعه بقلب الجنينه بتنمى لوحدها ما بنعرف كيف وبتنتشر، لازم نقلعها، لازم نشيلها، لازم نوقفها، هيدي الشان البشعه لازم نوقفها، لازم نحن نعمل الظروف الحلوه اللي موجودة داخلنا اللي بتحاوطنا لحتى هالشي نقدر ننشره بالمجتمع. بدي اقول لك الولد كيف، بدي اقول له مثلا امبارح نفترض نحن وماشيين على الطريق تلاقينا بهيدا الولد ام هيدا الرجل وانه طلب مساعده، ومثلا سمعنا احد الاشخاص نعطي انا حيلا اكزامبل، انا قلت له فيلم من هون، قلت له كلمه مثلا سيئه، انا غلطت، لو كنت انا والدتك ام والدك ام لو هالسيده اللي كنت شايفها بالطريق كمان هون، منعلمه حتى الشخص اللي تصرف بطريقة غلط ما نقلل له احترامه. يعني أنا بس أقول له هالسيدة اللي تصرفت يمكن هي كمان عندها ظروف تصرفت بس ما كان لازم تتصرف بهالطريقة، كان في عدة طرق تانية تقول له أما تصده وتقول له أنا ما بدي ساعدك، فيك انت تقول لي مثلا يمكن هو يقول لك انه يقترح علينا يقترح عليك اشياء هيك، كمان هون بنكون عملنا اكزرسيس معه لهالولد، مش بس عملنا له لسون تيوريك اعمل هيك وهيك وهيك وهيك، لا خليناه هو يشارك، وكان حديث كثير حلو بين الاهل لانه كمان يوم نحن بهالظروف اللي عايشينها ان كانوا الاهل بيشتغلوا ام ستريسي ام مشغولين ما عندهم وقت يحكوا يفتحوا مواضيع مع اولادهم، سو هيك بنكون اول شيء عم نعلمه وعم نعلمه طريقة فيها كوميونيكاسيون، اخذ وعطى، انت اقترح علي، يمكن يقترح اشياء لا انا ولا انت ولا اهله يكونوا مفكرين انه يقولوا لي اشياء كثير حلوه وكثير عمليه وسليمه، نقول له مثلا نشجعه نقول له برافو انت قلت هيك كمان، وفي كمان تستعمل هالطريقه الثانيه، مثلا فينا نقترح، ومره هيدي حدا يعني خبرني انه شاف هالشيء، قامت رجعت المراه اخذت ابنها اشترت كنيفه اللي هي كنيفه ستها ترويقه كثير لوكسيوز، هي ارادت وقتها عم تقول لي انه تقول له انه هيدا الشخص اللي عم يطلب مصاري وهداك الشخص اللي هينه وقال له روح اشتغل وانت بياخذوا لك مصرياتك، هالسيناريو اللي بنسمعه، راحت جابت له كنافه لابنها وقالت له روح اعطيه كنافه لهالولد وهذا، وقالت له بنفس الوقت انه معه حق انه هو ما لازم يكون موجود هون بس الطريقه اللي قالها هيدا الزلمه هي غلط، هون بنعلم بهالاشياء كثير اولادنا اشياء هيك صغير صغير صغيره.
بس يعني هون على القليل بيعرفوا انه هن ما لازم يكرروا هذا التصرف. وبدي اقول شغله، يمكن كل شيء سلبي له اشياء ايجابيه. يعني اليوم كمان الولد لما بيشوف تصرفات سلبيه بياخذ عبره اكثر ما نقعد نحن نخبره مثل ما قلتي هيك نظريات كل الوقت. يعني حتى اذا كنا نحن بالمجتمع ما نزعل اذا ولد شاف هيك تصرفات، لانه منهم عم بيرجع ياخذ الاشياء الحلوه. اكيد. بس ايفي يعني للاسف اليوم في اهل هن هيك، في اهل هن بيعاملوا موظفينهم بهيدي الطريقه، في اهل هن بيكونوا عم بيتفاعلوا بهالطريقه الفوقيه مع الناس. بهالحاله شو لازم يصير، او يعني كيف بدها تصير الامور، شو بدنا نقول لهم؟ يعني اليوم نحن عبر شاشتكم عم نقول لهم انه هالولد هو صفحه بيضاء، شو بتعبي عليها بيحملها بالمجتمع وبيروح فيها. اليوم في شابيتر بالترمينال من زمان كانوا يدرسوه، هو الابيتود، بنعود الولد. يعني انا اليوم في شابيترات كل التربيه المدنيه هي بتطير العقل على فكره، مزبوط. وهلا الكتاب بجنن يعني ما ناخده انه عم درس وحفظ، لا ناخده لو من كل صفحه من كل درس لقطنا كلمه بيكون كثير منيح للمجتمع بعدين. اول شيء اذا بدنا نعلم الاحترام للولد بدنا نعلمه هو كيف بيحكي حاله باحترام، تاني شيء كيف نحن بنحكيه باحترام، كيف بنحكي مع بعض بالاحترام قبل ما نوصل لإذا في حدا بيساعدنا بالشغل أم بالبيت. مع الزوج والزوجة يكون الحكي بيناتهم بيكون باحترام. إذا بيكون الحكي مش باحترام، ما هذا الولد بنرجع بنقول ورقة بيضة، شو عم بتأيدي عليه؟ عم بيلقط، عم بيرسخ براسه، بيكون هيدا أسلوب الكوميونيكاسيون اللي عم يستعمله. إذا بيجوا بعدين بيقولوا له أنت غلط، كيف بده يستوعبها؟ ما انا هيك سمعت وهيك شفت وهيك انا بحكي مع حالي، هيك انا بعامل حالي. سو اهم شيء هول الثلاث اشياء، يحترم حاله، يحكي مع حاله باحترام، يحكي مع اهله باحترام، اهله يحكوا مع بعض باحترام، ويحكوا قدامه مع بعض مع اخواته مع هذا. بنرجع بنطلع لليفل 2 اللي هو برات العائله. بس يعني في ضروري هون نحكي عن هالموضوع، ضروري اليوم يكون في نداء للاهل. أكيد. انه اليوم الاهل مره واحده اوقات بتخرب ولد، يعني كيف اذا كان في تكرار لهالامور ما بقى فينا نحن نستلشق بهالقصص. انا بدي اسالك ما فينا سؤال. نقول انه ماشي الحال ولد ما رح يتذكر، لا بيتذكر. يعني بدي اسالك سؤال، اليوم انت اذا مسلمي ولدك للشخص المساعد عندك بالبيت لحتى يهتم فيه، وانت عم تقولي عنه انه هو ما بيفهم ومجذوب، عم تحكي عنه اشياء كل هالاشياء عم تحكيها نيجاتيف، طب هيدا الولد قبل ما نوصل انه هو بده يحترمها رح يبطل عنده ثقه باهله، انه والدتي مسلمتني لحدا هي عم بتحكي عنه انه منه منيح. يعني لو بتحبني ما بتسلمني لحدا منه منيح، بتسلمني لحدا بتقول برافو شو شاطره، شو شاطر، شو شغله منيح، شو بتفهم، شو ذكيه، شو بتنتبه على الاشياء. يعني هو صار عنده عدم ثقه بالسكيورتي اللي عم نامن له اياها بالنهار ام بالكادر تبع البيت الى اخره. الفكره بتخوف. إيه أكيد. صراحه يعني أكيد. يمكن ما بنفكر فيها دائما، بس كمان نحن انه بنقول يمكن ما بقى بيوثق كمان بهيدا الشخص. أكيد. بيقول هيدا الشخص يمكن رح يتركني. أكيد. يصير لي شيء، هيدا الشخص رح يتركني بلا يعني اكل بلا شرب. نحط الولد بمخاوف بعدين بس يكبروا بنقول يا عمي هالولد بخاف كثير، ما هي انبنت عنده من هو وبعمر صغير. وقت انا سلمته لشخص وقلت له هيدا انتبه هيدا منه شاطر ما بيقدر يحميك، طب كيف انا عم سلمه له؟ بصير عنده هون تناقضات بتفكيره بالايموشن تبعوله بالتفاعلات تبعوله. في شغله كمان قلتيها كثير بحب احكي فيها، هي كيف بنعامل الاشخاص اللي عندهم مشاكل. يعني اذا مثلا عندنا يمكن خي بالبيت، حدا بالعائله، جيران بالمدرسة. اصحاب بالمدرسه وخصوصا بالمدرسه. وهون انا يعني بناشد كمان المدارس يعملوا شوي اكثر رعايه ام اكثر انتباه لهالبولينج اللي عم بيصير، انه نفسر له للولد اذا في بالصف مثلا حدا عنده مشكله، هيدا الشخص هو بحاجه لاعتماد أكتر، مش لإهانات أكتر أم لعدم احترام أكتر. بعدين نفسر للشخص، ما إذا أنت شايفه هو أو نحن عم نفسر لك أنه هو بحاجة لاهتمام، ليه أنت عم بدك تستقوي على اللي بحاجة للاهتمام أم للأضعف إذا كان جسديا؟ بفتكر هيدي ضرورة كتير كبيرة كتير وحاجة كتير. كتير كبيرة بالمدارس، إيفي أنه يكون في توعية، يكون في سيمينارات، يكون في جلسات هيك على هالموضوع. في يحضروا كمان الشاشات التلفزيون يعني يسمع. اكيد بالصيف يمكن عندهم الحظ، بس اليوم المدرسه هي الاساس كمان. نعم. اساس التربيه السليمه المواطنه السليمه. اليوم مش بس ما نعمل له بولينج،
افتكر ضروري نتعلم كلنا كيف نهتم بالآخر، كيف نهتم، كيف نقعد معهم، نسيرهم، نضحكوا، نلعب معهم، لأنه اللي ما بيعرفوه العالم، ويمكن نحن صار عنا هيك شوي خبرة أكتر بالموضوع، في أنه هالشخص رح يعطينا أكتر ما نحن عم نعطيه، رح الشخص رح نتعلم منه قصص كتير نحن ما بنعرفها بهالحياة، بكفي طريقة الحب، بكفي كيف بيتدبر بالمعاناة تبعه، هالتدبير اللي أكيد عنده. أكيد بس خبرك شغلي بيرسونال، ابن أختي عنده برفيقه بالمدرسة، هني مش عايشين بلبنان، عنده مشكلة بقى، نسي غرض بالصف، قام هو تبرع أنه يطلع يجيب له إياه، قام عمل له تي شيرت قال له تي موروا أنت ملكة، وقال له أنه أنا بالنسبة إلي أنت كل حياتي ما رح أنسيك. هو كطفل أنه رفيقه بحاجة طلع جاب هالشي ما استوعب، لإجا على البيت طلب من أمه أنه ليه هالقد، تاني نهار جاب له تي شيرت كادو طبع له، فسرت له والدته أنه ليه هالقد، هو لأنه أكيد كان بالصف ما عنده أمبيسنس، ما أنه قادر يطلع يجيب هالغراض، وبالصف قدي كمان أوقات بيعملوه بطريقة، لنشوف كمان هالأشخاص نحنا نعمل عليهم جروب، اذا شخص اذا حدا طلع من هالجروب وشاف شافهم بغير انجل، شافهم من غير منظار، قد ايه كمان بيكون فعال بحياتهم، قد ايه بيجيب سعاده بحياتهم. انا بقول لانه عم نحكي قصص هيك شوي عميقه، ان كان فيها هيك عواطف ولكن فيها كمان عقل وتفكير وعلم، والعواطف حلوه نحن بحياتنا بس نعيش نستعملها. نعم، بس يعني اللي بدنا نقوله كمان اليوم انه هالاشخاص نحن لما بنتقرب منهم، لما بنسمع لهم، لما منتعرف عليهم أكتر، عم نتعرف على ناس فيهم يكونوا كتير حلوين بحياتنا. أكيد. يعني خصوصي كمان الأشخاص المحيطين فينا، هالناس اللي بيشتغلوا معنا، هالناس اللي بيربونا، نحن منتذكر نحن عشنا بغير جيل، منتذكر كانوا يمكن سيدات هيك بالضيعة يساعدوا بعضهم، يجوا لعند بعضهم، قدي كنا نحبهم، قدي كنا نتعلم التقاليد والعادات وإشياء نحن عم نعرفها يمكن أهلنا كمان، هو إشياء كتير حلوة لازم نتمسك فيه، ما فينا ننطلق بالحياة شجرة ما فيها تطلع وتكون كتير قوية وعندها جذور وورق أخضر وفلوريسانت، إذا ما كانوا جذورها بالأرض كتير بتمسميك وكتير متعمقين ومتشعبين، ما فيها يعني ما بفتكر في بلانت هيك بتطلع بلا ما يكون عندها تمسك من تحت بالارض، وهول التقاليد اللي نحن عنا اياهم كل مجتمع عنده اياهم، هدول الاشياء هن اللي بتخلينا نطير لحتى نحلق لفوق اكثر. احنا اليوم عندنا فقره ليدرشيب ايفي كمان هيك تنعمل كمان هيك لمحه قبل ما نختم عن ايضا طريقه التعامل بين رح نقول قائد، يعني ان كان مدير، ان كان نايب، ان كان سياسي، ان كان مين ما كان يكون اعلى من رتبه من غيره، يمكن بالجيش يمكن بالسلك، مع الاشخاص اللي اقل رتبه منه. كلمه وحده، الاحترام. الاحترام بالتعامل، احترام الذات، احترام الآخر، بيصير العلاقة حتى يعني الأشخاص بين بعض مش دايما راسهم على بعض، ما فيها ما بتزبط هيدي من المستحيل، مش دايما شكلهم، مش دايما لونهم، مش دايما عرقهم، مش دايما دينهم، مش دايما رتبتهم نفس الشيء، جابهم شو ما كان يكون. مزبوط بقى، لازم يكون في دايما الاحترام ونتقبل الآخر ونسمع له. إيفي شاكور معالجة نفسية، اليوم عن جد موضوع كان كتير حلو، كتير فيه استفادوا منه. emotional intelligence، هال emotional أو social intelligence، هالذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي اللي عم نحكي عنه دايما، هيك ببلش وهيدي أساسه رح نقول لحتى نقدر نحن نكون عم نبني مجتمع أحلى، لأنه ما بدنا ننسى كمان دايما وكل لحظة وكل يوم نحن هالولاد يلي عم نربيهم هني مش ولادنا، لقلنا مثل ما قال جبران هني ولاد المجتمع، هني ولاد الحياة، ونحن عم نأسس حياة ما ننسى أبدا هالفكرة. شكرا لك، ميرسي. أهلا وسهلا فيك، رح ناخد بريك صغير ونرجع.